طبعا اكو. انا اقول لك يعني الولايات على من معتمده غير على من يتناغم وياها بالداخل، مو الحكومه اللي يتناغم وياها كقوه سياسيه. زين يعني من يرفع طلب الى المحكمه الاتحاديه حول بقاء الامريكان، شنو لعند دور البرلمان بويا؟ شنو علاقه المحكمه الاتحاديه وانتم برلمان؟ غير اكو اطراف لا زالت هي تفرش الطريق للوجود الامريكي، ولا زالت مصره على ابقاء الامريكان. اكو اطراف هذا علنا الاكراد قاعد يقولون احنا نرفض خروج القوات الامريكيه. الاكراد والواجهه السياسيه السنيه، والواجهه السياسيه السنيه ايضا ترفض هذا الموضوع. زين واكو قرار سابق المجلس النواب ولم يفعل مال اخراج القوات الامريكيه. طبعا